حضرنا اليوم باسم اللقاء الديمقراطي ورئيس الحزب التقدم الاشتراكي الرفيق تيمور جبلاط، معالي الوزير مروان حمادي، الزميل راجل السعد، الزميل فيصل الصايغ، لتهنئة انفسنا اولا وتهنئة لبنان وتهنئة سماحته بالثقة الإضافية التي اعطاها اياها المجلس الشرعي، ونعتبر أن بقاء سماحة المفتي دريان في هذا الموقع وبهذا الظرف بالذات هو ضرورة وطنية وليس فقط ضرورة مرتبطة بطائفة معينة، لما يمثل أو لما تمثل هذه الدار تاريخيا من اعتدال وانفتاح والحفاظ على عروبة هذا البلد والتمسك باتفاق الطائف الذي حمى لبنان، ويجب أن يستمر بحماية لبنان من كافة محاولات تغيير هويته وعيشه الواحد. بلغنا سماحته حرص الحزب الاشتراكي واللقاء الديمقراطي على هذا الخط البياني العريض، هذا الخط الاعتدال، خط التمسك بالدولة فوق كل الحسابات الضيقة الأخرى، خط الانفتاح وانتماء لبنان العربي، خط بناء المؤسسات التي كان دائما سماحة المفتي دريان حريص على أن تستمر بكل المجالات، مجلس الوزراء، مجلس النواب، مؤسسات الأمنية القضائية، هذا الخط المعتدل المنفتح الحريص على الدولة هو الذي نتمسك به أكثر أيضا من تمسكنا واحترامنا بشخص المفتي دريان الذي استطاع بهذا الظرف أن يعيد إلى هذه الدار تألقها ودورها الوطني. أكيد بلغنا تحيات أيضا وليد جبلاط وكل قيادة الحزب الاشتراكي، وتمنينا له التوفيق بمهامه، وسنستمر معه يدا بيد لحماية هذا البلد من كل الصعوبات التي واجهها، كانت سياسية بهويته وانتمائه، كانت اقتصادية واجتماعية بمعاناة ناسه، وسنستمر معه في حماية إنجازات لبنان من بعد الحرب، وأقصد هنا اتفاق الطائف الذي يجب أن نستمر باعتماده دستورنا خارج إطار الطروحات التي نسمعها من هنا وهناك. يعني هذا كان مختصر لقائنا مع سماحته، على أن نستمر في لقاءات أخرى. أيضا يعني أبلغنا سماحة المفتي أننا كحزب اشتراكي وبتوجيهات من رئيسه سنكون على الحياد لانتخابات مجلس الشرعي احتراما لخصوصية هذا المجلس، وأيضا احتراما للهيئة الناخبة التي هي يعني تعتبر من النخب الممثلة للمجلس أو للناس التي تنتخب هذا المجلس. أكيد بعيد عن أي كيدية سياسية وربما تشاطر يمارسه البعض الآخر، لا، نحن موقفنا ثابت بهذا الموضوع، حياد، احترام الجميع، فليكن هناك من يمثل فعلا هذه القاعدة العربية العريضة. على الصعيد السياسي، هل من جديد بالنسبة لطرابلس المناصب البنيانية؟ أعتقد هو بدأ لقاءاته وسيستمر، وسيكون لنا شرف اللقاء معه غدا بمعية سماحة المفتي. أعتقد سيكون له لقاء أيضا مع رئيس الحزب رفيق تيمور جبلاط. نعتبر وما زلنا متمسكين بانه يعني الحوار الداخلي على قاعده الثوابت الوطنيه الكبرى وليس على قاعده اخرى، الحوار الداخلي الغير مشروط والتفتيش عن مرشح غير تحدي، مرشح وسطي قادر لجمع البلد، قادر لفتح لبنان لعمقه العربي، ما زالت الثوابت قائمه. أتمنى أن يكون ذلك، أتمنى أن يكون ذلك، لأنه الثوابت التي يحملها سماحة المفتي أعتقد ثوابت تعني الجميع وتحافظ على البلد. الثوابت التي اتفقت عليها في اجتماع دار القطر، البيان الذي أعلن من هذه الدار بالمواصفات والموقف الوطني العريض أعتقد أنه يمثل ليس فقط السنة، يمثل كل الوطنيين اللبنانيين الذين ما زالوا متمسكين باتفاق الطائف، بوحدة البلد، بعروبة البلد، بكل التوازنات القائمة فيه. هل لدى لقاء ديمقراطي أسماء أخرى لرئاسة
كان من الأساس وما زال اسمنا الحفاظ على لبنان، لذلك قدمنا مجموعة رزمة أسماء، وما زلنا مفتحين على أي اسم آخر لا يشكل تحدي لفريق على فريق، لأنه الانقسام العمودي مجلس النواب لا يعطي الحق أو القدرة لأي فريق أن يهزم الفريق الآخر. لذلك يعني الفرض بالقوة لأي مرشح أعتقد ليس من قاموس الحزب الاشتراكي واللقاء الديمقراطي. نحن مع التوافق، مع التسوية على قاعدة الثوابت التي أعلناها من أول يوم. نحن ندعم أي مرشح يستطيع أن يؤمن أكثرية مجلس النواب وتوافق القوى السياسية، إن كان قائد الجيش أو غير قائد الجيش. نحن اليوم نتعاطى كحزب اشتراكي نحاول أن نرتقي إلى المصلحة الوطنية العليا خارج إطار الحسابات الصغيرة بشخص الرئيس أو بغير شخصه. المهم أن نحافظ على البلد أو ما تبقى من البلد، هذا حسابنا الأساسي. نحن بعيدين عن كل الشعارات الشعبوية، بعيدين جدا عن الحسابات الضيقة، نحافظ أن نحمي هذا البلد، نحاول أن نحمي ما تبقى من هذا البلد.